دلوقتي تعالوا نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة. أخبار كتير هتحصل النهاردة، أبرزها إن محافظ القليوبية هيستقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية الجمعة في ديوان عام محافظة القليوبية بمدينة بنها لأداء صلاة الجمعة بمسجد ناصر، وهيتم نقل شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرة من التلفزيون المصري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي بحسب بيان المحافظة، وده بحضور عدد من المحافظين السابقين ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة. النهاردة تستضيف سينما زاوية ندوة خاصة بعنوان رحلة سمر الملهمة للتعافي من التروما، وده عقب عرض الفيلم الوثائقي الطويل سمر قبل آخر صورة للمخرجة آية الله يوسف. بيشارك في الندوة كل من بطلة الفيلم سمر والمخرجة آية الله يوسف واستشاري الطب النفسي الدكتور نبيل القط، وبتديرها المخرجة ناهد نصر. كمان النهاردة هيقيم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي ملتقى الهناجر الثقافي اللي بيأتي هذا الشهر تحت عنوان بناء الإنسان المصري والجمهورية الجديدة، وده في 7:30 بمركز الهناجر للفنون. كما يستمتع جمهور الملتقى بمشاركة متميزة من فرقة كردان الغنائية اللي بتقدم مجموعة من الفقرات الفنية.